معلش بقى نرجع للفيديو كده، نرجع بس اول الفيديو وتقف عندها. اقول لك تقف، تخيل رجاله اول ما اقول لك اقف اقف بس. شايف ده طفل مش راجل، يعني مش بس الرجاله ده، حتى الاطفال في البرد ده مقعدينهم كده بالذل ده. شوف الفرق، شوف الفرق بين اسيره معاها كلبها ومعاه ورجاله دخل عليهم خدوهم من بيوتهم كده في غزه. شايف فرق بين الاخلاق والاخلاق؟ بيسموا ده اخلاق، واللي بيعمله انطونيو جوتريتش انحراف. ولا الف مقال ولا الف كتاب تقدر تكشف مدى الانحلال ده. بص اهو، ادي اهو، جردوهم من ملابسهم وتعمدوا إسلامهم. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المراسل العربي الجديد ضياء الكحلوت ضمن عشرات، ضمن العشرات شمالي قطاع غزة. ادي الراجل قاعد اهو. الزميل الصحفي ضياء الكحلوت مدير مكتب صحيفة العربي الجديد اعتقله جيش الاحتلال في بيت لاهيا مع اخوته، ثم بعد ذلك ظهر في مقطع الفيديو بين المعتقلين الذين صورهم جيش الاحتلال على انه قبض على عناصر من المقاومة بعد استسلامهم. تخيل مدنيين. عايز دمك يتحرق اكتر؟ احرق لك دمك اكتر. مصري اسمه كريم جهين جاب الصوره دي وعلق عليها. تخيل كتب ايه، هاتها بقى كده. تخيل كتب ايه الصوره دي. دول مدنيين، صحفي في وسطهم. كريم جاهين اللي عامل نفسه ليبرالي، مدعي الليبرالية، هات الصورة بقى، اطلع هات الصورة عشان بس الناس تقرا، الناس تعرف هي بتقرا ايه. جايب الصورة دي وبيقول عمركم ما كنتوا رجالة الا في الخطابات والاستعراضات، لم تستطيعوا مواجهة رجالة مصر وجها لوجه، كنتم تطلقون النيران عليهم ليلا وتهربوا للانفاق، اليوم استسلمتم بعد ان ضاق الحصار عليكم، بدلا من أن تقاتلوا كالرجال وتستشهدوا استسلمتم أمام مجندات شقروات، اغتصبتم وقتلتم إخوتهم في حفلة موسيقية. إلى الجحيم يا حماس، مبروك للفلسطينيين. إيه رأيك؟ ده كريم جاهين مصري وعامل كده، ومرة الواد ده اتكلم عني وعامل نفسه ليبرالي على اللقطه دي، اللي هي اصلا مدنيين بينهم مراسل صحيفه العربي. انا مش عايز اقول لك الناس عملت فيه ايه على تويتر. قسما بالله الناس قطعت وش امه، هو الجرز ده. تخيل، ده مصري وده من انصار السيسي، والله من انصار السيسي تابعوه، وعامل نفسه ليبرالي انفتاحي لوزعي انفشاخي. ده الجرز ده الحقير ده بيتكلم عن المنظر اللي انت شفته، بيقول لك استسلمتم امام مجندات شقروات وعاملين رجاله، مبروك للفلسطينيين. اهو لا جايب الفيديو اهو، عمركم ما كنتوا رجاله الا في الخطابات والاستعراضات، لم تستطيعوا مواجهه رجاله مصر، وكنتم تطلقون النيران عليهم ليلا وتهربوا، اليوم استسلمتم بعد ان ضاق الحصار عليكم، بدلا من ان تقاتلوا كالرجال وتستشهدوا استسلمتم امام مجندات شقروات، اغتصبتم وقتلتم اخوتهم في حفله موسيقيه. للجحيم يا حماس. تخيل الكلب ده مصري. انا بص الناس عملت فيه تحت، الناس الحقيقه طبعا في كلاب زيه، لكن الناس الحقيقه بهدلته. ده الفرق. عندنا ناس بصوا الناس مسكتها اهي، شوف كده ربنا. نعم، قفل التعليقات. انا شفت بالتعليقات، اتبهدل اللي ليه واللي مالوش، دخل لطلطش. وانا مبسوط ان هو كتب كده، زيه زي سحار الجعارة امبارح اللي اتريقت على الفوطه الصحيه بتاع البنت الفلسطينيه. انا مبسوط جدا عشان الناس تعرف مين الليبراليين العرب دول. هم دول، هي دي النوعيه بتاع الليبراليين العرب بالظبط. مسلم بقى مسيحي ما يخصش، دول انصار السيسي دول.
هم دول هي النوعيه دي. طب هو طلع واحد مراسل العربي الجديد حماس برضو اهو جردوهم ملابسهم وتعمدوا اذلالهم في الوقت اللي الحماسيين فيه بتوع حماس قصدي بيكرموا الستات والعواجيز والكلاب. يا كلاب والله ما حصلتوا الكلاب. وتطلع مصريه برضو تتكلم على نفسك مع قناه اسرائيليه داليا زياده. خش خش اتفرج اتفرج. كل نقطة دم سواء من إسرائيل أو فلسطيني أنا ضدها تماما. هؤلاء ناس مدنية ليس لهم ذنب في أي شيء يحدث، لكن أنا تماما تماما مع حرب إسرائيل على حماس وأؤيدها 100% وأدعو الجميع لتأييدها. لأنه تخيل لو أن منطقتنا هذه مش بس فلسطين وإسرائيل، يعني تخيل أن المنطقة اللي احنا عايشين فيها منطقة الشرق الأوسط ليس فيها حماس وليس فيها هذه التنظيمات الإسلامية المتطرفة، كيف كان سيكون حالنا اليوم؟ بالتأكيد كنا سنكون أفضل ألف مرة. ما هي رسالتك إلى الإسرائيليين؟ أقول الإسرائيليين أولاً تعزية شديدة جداً فيما حدث من مجزرة في مجزرة 7 أكتوبر. كان مشهد مأساوي، أنا شفت الفيديوهات بنفسي ومهما وصفت لك بشاعة ما رأيت يعني شيء خارج نطاق ما يمكن تخيله. فهذا شيء وأتمنى أنه أن تنجح إسرائيل في القضاء على حماس. والله الكلام يعجز، الكلام يعجز عن وصف كريم جاهين ووصف الحقيرة دي. الكلام يعجز والله العظيم، مش لاقي ألفاظ أوصف بها داليا زيادة أو كريم جاهين، مش لاقي، مفيش.